بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الكرام، أهلا وسهلا بكم في أول محاضرة نتابع فيها شرح مادة الداتابيز بعد الانقطاع. وكما كنا في بداية كل محاضرة نذكر أنفسنا بأن نحتسب جهودنا وأعمالنا كلها في سبيل الله، لأنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل لنا طريقة التعليم الجديدة وأن يسهل لنا بها طريقا إلى الجنة. كنا في شابتر 5 بدأنا وحكينا أنه راح نشرح شابتر 5 مش بالترتيب الموجود في الكتاب، ولكن ترتيب بيخدم أكثر طريقة مشينا في المادة، وكنا مخططين أن نعمل حاجة في المعمل ولكن قدر الله ما شاء فعل. المهم كنا حكينا بدنا نشرح أول حاجة الريكارسيف كويريز، وبعدين نشوف أدفانسد أجريجيت فانكشنز، وبعد ما نخلص من هدول الحاجات نشوف الحاجات الجديدة اللي جوا السيكوال اللي هي الفانكشنز والبروسيجرز والتريجرز، وبعد ما نخلص من السيكوال نروح نشوف كيف بنستخدم السيكوال من جوا بروجرامينج لانجويج جافا وغيرها. وكنا الحمد لله مشينا في الريكارسيف كويريز وشرحناه وخلصنا وكان الموضوع تمام، ومشينا برضو في أول فقرة في Advanced Aggregate Functions، حكينا عن الرولب والكيوب الجروبينج سيتس، وقلنا أن احنا بنستخدم الرولب عشان نعمل مثلا في هذه الحالة بنختصر 3 كويريز جوا كويري واحد، بنقول رولب item name color، فبتروح سيكوال لحالها بتعملنا group by every possible prefix من هذول including the empty prefix، يعني group by ولا إشي، أو group by item name لحال، أو group by item name وcolor سوا، وبتعمل union بينهم. وشوفنا برضو غير الرولاب group by cube اللي بتعمل by every possible subset، وشوفنا برضو آخر حاجة شفناها كانت عند الشباب لما قلنا إنه بنقدر الواحد يميز بين إنه هذا السطر من الجروبينج ناتج عن طريق جروبينج طنشنا فيها الايتم نيم أو الكرل أو الكلوز سايز أو غيرها عن طريق فانكشن اسمها جروبينج، وباستخدام هذه الفانكشن والديكود بنقدر نعرف إنه السطر اللي طلع لنا، أو بنقدر نعرض للمستخدم إنه السطر اللي طلع لنا هذا نتيجة كل المجموعة هذه أو نتيجة جروبينج كان في نل أو ما كانش في نل. وعند الشباب وقفنا عند هاي الشغلة، واليوم إن شاء الله بنكمل منها. وعشان نكمل خلينا نذكر حالنا على السريع بالسيمبل أجريجيشن اللي بتعمله السيكوال. السيكوال ببساطة لما كنا نروح نعمل select from instructor ونعمل group by ونديها grouping by attribute، فالتصرف إنه السيكوال بتجيب الداتا بتنفذ عليها الوير لو كان فيها وير، التابلز المتأهلة بتطلع وبنعملها تجميع جوا groups، بحيث انه بنطلع على الجروبينج اتريبيوت او اتريبيوتس، التابلز اللي لها نفس الجروبينج اتريبيوت بتعتبر داخل جروب واحدة، زي مثلا هدول الثلاثة تابلز داخل جروب واحدة. وتصرف الجروبينج داخل السيكوال بيكون انه كل التابلز داخل الجروب الواحدة يمثل عنها بتابل واحد في النتيجة. وعشان نستنتج التابل الواحد اللي في النتيجة كنا بنستخدم aggregate function، يعني مثلا هنا احنا مستخدمين الـ average aggregate function، يعني لما يكون في عندي tables في الجروب التابل الممثل لهذه الجروب بيكون في الـ average للقيم تبعت التابلز. ف select department name هي الـ grouping by attribute، فبنقدر نحطها فوق، وبعدين الـ average اللي هي الاجريجيت فانكشن اللي حتجمع لنا التابلز جوا الجروب. وهذا كان من الاليمنتري سيكوال اللي اخذناه في شابتر 3. وكنا برضو حكينا انه نتيجة الجروب باي كويري حتكون تابلز بعدد الجروبس الناتجة، وهنا مثلا في عنا 7 ديبارتمنت نيمز، يعني في عنا 7 تابلز، وكل قيمة هنا عبارة عن قيمة مستقاة من كل قيم التابلز داخل تلك الجروب. وكنا مشينا على very simple aggregate functions زي sum والaverage والcount. واليوم إن شاء الله راح نشوف حاجات
أكثر منهم شوية. مثلاً في عنا aggregate function اسمها string egg و aggregate function اسمها array egg، وهم بيعملوا اللي اسمهم بيقولوا. مثلاً string egg بتاخد التوبلز اللي جوا الجروب، بتاخد انت بتقول لها خذي هذه القيمة الفلانية، هذه الاتريبيوت الفلانية، واعملي لي لها aggregate لكل التوبلز، لكل القيم من التوبلز داخل الجروب، يعني aggregate لكل النيمز اللي داخل الجروب. فمثلا نفس الكويري اللي شفناه قبل شوية، احنا بنعمل select from instructor وبنعمل group by department name، والآن بنعمل تجميع لكل الأسماء داخل department name. تجميع الأسماء داخل department name يعني لما يكون في عندي 3 أسماء داخل computer science بيطلعوا 3 كقيمة واحدة لهذا aggregate function. نطلع هان هاي computer science، في 3 instructors، هاي واحد اسم، اسمين، 3 طلعوا قيمة واحدة داخل هاد كنتيجة لهذا الفانكشن. والفانكشن بتاخد argument تاني اللي هو ايش احط بين بين النيمز اللي بدي احط الزقهم في بعض. احنا بنقول لك حط بين النيمز فاصلة سبيس، فيحط بين كل النيمز فاصلة سبيس. وهذه الاجريجيت فانكشن هي اول اجريجيت فانكشن بتمر علينا بيفرق فيها الترتيب. يعني مثلا قبل لو قلنا بنجمع، لما كنا بنجمع قبل شوية بنعمل sum او average او count، سواء كانوا هذول مرتبين تصاعدي تنازلي، مرتبين بشكل عشوائي، الافرج هو افرج والسم هو سم والكاونت هو كاونت. ولكن هنا لما نيجي نعمل string aggregation بيفرق انك تحط اسم احمد قبل ماجد او انس قبل ماجد او ماجد قبل انس. فعشان تفرق هذه القيمة سيكوال بتسمح لك انك تحط جوا الaggregate function order by clause، بحيث انه نتيجة هذه الaggregate function بتعتمد على الاوردر اللي انت حطيته فيها. يعني هنا مثلا احنا عم قايلين له اعمل اجريجيت للنيم وحط بين النيمز فاصله، والنيمز اللي بتطلع رتبهم لما تعملهم اجريجيت بناء على النيم، فحنلاقيهم مرتبين ترتيب ابجدي. ومش ضروري نحط نيم، ممكن نحط سالري مثلا، فنقول له اجريجيت نيم اوردر باي سالري، يعني رتب لي اياهم، حط لي اسم صاحب الراتب الأقل الأول، بعدين صاحب الراتب الوسط، بعدين صاحب الراتب الأكثر. والسترينج أج هي فانكشن بيفرق فيها الأوتبوت لو كان حسب الترتيب، ولكن برضو لو ما حطتش الترتيب بتشتغل مش مشكلة، لأنه هي بتطلع لك arbitrary order وخلص. ولكن في بعض الاتريبيوت فانكشن، في بعض الاجريجيت فانكشنز ما بتشتغلش إلا بالترتيب، لأنه تعريفها، تعريف الاجريجيت فانكشن بيعتمد على الترتيب. هدول الاجريجيت فانكشنز اللي بيعتمدوا على الترتيب هم نوع خاص من الاجريجيت فانكشنز اسمهم ordered set aggregate functions. يعني هم اجريجيت فانكشنز ما بيشتغلوش الا على مجموعه مرتبه. في string egg و array egg الاوردر ماشي بيخلي القيم مختلفه، ولكن مش هالمعنى الكبير. ولكن لما تكون انت مثلا بدك تجيب الميديان داخل مجموعه، او بدك تجيب حاجة لها علاقة بالترتيب، فأنت بتستخدم ordered set aggregate function. ordered set aggregate function هي aggregate function تعريفها بيعتمد على الترتيب. لما يكون في عندنا ordered set aggregate function تعريفها بيعتمد على الترتيب، طريقة كتابتها بتختلف. هاي الجيسون اج، الجيسون اج هاي الترتيب فيها مش إشي أساسي، يعني ترتيب ممكن أنت تعمل جيسون مرتب حسب حاجة أو مرتب حسب حاجة تانية، ما بيفرقش كتير بس بطريقة العرض، ولكن بيقدر يجاوب عليك السيكول على جيسون أج بدون ترتيب. ولو بدك أنت تحط الترتيب بتكون حاطه عشان تكون عارف بالضبط أنت إيش طالع بأي ترتيب. ولكن لما تكون ordered set aggregate function بتنكتب بطريقة أنك بتكتب aggregate function، بعدين بتروح كجزء من تعريفها بتكتب حاجة بعديها اسمها within group. يعني هذه الاجريجيت فانكشن بتعتمد على ترتيب داخل الجروب، وبتعرف الترتيب بين اقواس بعد كلمه within group. يعني مثلا مود هو ordered set aggregate function بتعتمد، بجيب لك القيمه صاحبه اكثر تكرار بناء على الاتريبيوت اللي انت عرفتها في الاوردر باي. لو بدنا نجيب مثلا الميديان داخل الجروب، بنستخدم حاجة بنسميها percentile، وpercentile هي حاجة أعم من الميديان،
احنا بدل ما نعطيها كلمة بس ميديان ممكن نستخدم برسنتايل عشان نجيب العنصر اللي ترتيبه بيمثل التلت الأول أو التلت الثاني أو الخمس الأول وهكذا. الميديان طبعا ترتيبه بيمثل النص بالضبط، فبنحط نص جواها. الميديان ممكن يكون continuous أو discrete. إذا تتذكروا زمان مر علينا أنه لو كان عدد القيم جوا المجموعة زوجي مثلا وبدنا نجيب continuous median، فبنروح بنجيب التنين اللي ترتيبهم في النص بنجمعهم نقسمهم على اثنين، فهذا continuous median. لو كان بدناش نعمل هذه الشغلة، بدنا نختار واحد منهم يكون أصلا اللي بيطلع لي member of the set، بنستخدم discrete median. وعشان نستخدم هذا الكلام في complete continuous percentile وcontinuous وdiscrete percentile. فمثلا عشان نجيب الcontinuous median بنحط continuous percentile نص within group order by salary. يعني ايش اللي حيصير هنا بالضبط؟ السيكوال حتمسك القيم، حتعمل اول حاجة لجروب باي، حيطلع عندها كل جروب فيها مجموعة tables. بتمسك tables جوا كل جروب وبترتبهم حسب الاوردر باي اتريبيوت اللي انت علمتها، والاوردر باي اتريبيوت هاي بينتج عنها قيم مرتبة ترتيبها له معنى. بنروح بنختار الشخص اللي ترتيبه النص مثلا، بيكون في هذه الحالة ميديان. يعني نطلع مثلا عندنا هنا، انا عارضهم هنا على شكل جيسون عشان نعرف نشتغل عليهم. مثلا نجيب قلم، تمام. فمثلا نطلع هنا على الكمبيوتر ساينس ديبارتمنت، في عنا ثلاثة، هاي الأول وهاي الثاني وهاي الثالث. الأول احنا مرتبينهم حسب السالري، فلما نرتبهم حسب السالري بيكون الأول 65,000، أصغر واحد 75,000، وراه 92,000 آخر واحد. ولما بدنا نجيب الميديان بين هذه القيم، هاي هم مرتبين حسب الثلاثة، فالشخص صاحب الميديان أو الميديان سالري هو اللي في النص. نطلع هنا، هاي هو الميديان سالري هنا، وهنا عشان هم ثلاثة أصلا الكونتينيوس والديسكريت ميديان نفس الشيء. لو طلعنا على مجموعة فيها اثنين مثلا، هاي مرتبين برضو تصاعدي في الفاينانس ديبارتمنت 80,000 و90,000، الكونتينيوس ميديان تبعهم حيكون 85,000، والديسكريت ميديان هنا مبرمج انه ياخذ الاشي الاقرب الى الاقل، فبياخذ الاصغر. المهم هذه aggregate function تعريفها الجوهري، جوهرها بيعتمد على الترتيب، فبنسميها ordered set aggregate function. ولما بدنا نكتبها نكتب الاجريجيت فانكشن العادية متبوعة بكلوز within group، وبعد ال within group لازم تقول له الاوردر باي اتريبيوت. لو طلعنا بشكل دقيق هذه المود اكثر العناصر تكرارا، مش الترتيب فيها مش جوهري، ولكن معمولة كاوردر ست اجريجيت فانكشن في السيكول، فمتنكتبش الا مود within group. وانت بناء على العنصر الأكثر تكراراً في إيش؟ الأكثر تكراراً في الأوردر باي أتريبيوت. يعني تطلع على الجروب بتجيب السالري الأكثر تكراراً فيها. تمام. هذول الأنواع الثلاثة للأجريجيت فانكشنز العادية. أجريجيت فانكشن بسيطة، أجريجيت فانكشن ترتيب فيها فيه إلها معنى للترتيب ولكن الترتيب فيها مش جوهري، واجريجيت فانكشن الترتيب فيها جوهري. ولو حابب تشوف تفاصيل أكثر، الدوكيومنتيشن تاع البوست جريس في موضوع الاجريجيت فانكشنز رائع، فأنصح بشدة إنكم تزوروا. سيبك بس من الستاتستيكال اجريجيت فانكشنز لأنه المادة هذه مش كونسيرن بالستاتستكس. ولو بدنا نضيف نوع رابع للاجريجيت فانكشنز اللي مر علينا، فهو الجروبينج اجريجيت فانكشن، هاي اللي هي اصلا اجريجيت فانكشن بس بترجعش حاجه لها علاقه بالارقام بالتابلز. هي بترجع هل التابل اللي طالع نتيجه جروب فلانيه او جروب علانيه، وحتلاقي برضو ملخص هذا الكلام في هذا الدوكيومنتيشن. طيب هذه كانت الجروبينج، وكان مفهوم الجروبينج اصلا مكرر بالنسبه لنا وبسيط، وصار لنا اكثر من شهر بنشتغل عليه. بنمسك التابلز، التابل صاحبة الجروبينج اتريبيوت الوحدة، بتطلع جوا
جروب وحدة، والجروب الوحدة بطلع منها سطر واحد ممثل إلى النتيجة. كيف بنوصل من مجموعة الجروب إلى السطر؟ ممكن نعمل order، ممكن ما نعملش order، ممكن نعمل within group لما يكون الفانكشن اللي بنستخدمها الترتيب فيها شيء جوهري.